صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 5 لسنة 2024 بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكررا إلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه تضاف مادة جديدة برقم 16 مكررا إلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 76 في شان الاوسمه نصها الاتي يجوز بامر ملكي تجريد حامل الوسام منه وذلك في اي من الحالات الاتيه صدور حكم نهائي بادانته في جنايه او جنحه مخله بالشرف او الامانه ارتكابه فعلا يناقض واجب الولاء او الاخلاص للوطن اخلاله الجسيم بواجبات الوظيفه العامه اهانته الوسام او التقليل من شانه ومكانته يترتب على التجريد رد الوسام وبراءته